Welcome to A Alim Institute. This is teacher Abdul Rahman Shaheen. Assalamu alaikum, Ishaq. How are you? This is your course plan. We will start, inshallah, your course from Surah Al Fatiha, the Surah of opening. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم I want you to repeat after me. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خيرا إشاك and I ask Allah to bless you so much and to success you. See you inshallah in our class. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.